رئيس مركز المناخ بيحذر، خد بالك بقى، من تعرض البلاد لارتفاعات قياسية في درجات الحرارة. ارتفاعات قياسية يعني ايه؟ ما انا لازم افهم برضو. طيب، رئيس مركز المعلومات او معلومات المناخ البلاد قال انه البلد خلال 72 ساعة اللي جايين هتتعرض لموجة حرارية مؤقتة. طيب، وهتترفع او درجة الحرارة هتزيد لقيم قياسية. ما هو قياسية دي لازم افهمها برضو. وقال غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، ودي واحدة يا جماعة من تداعيات ظاهرة النينو. بالمناسبة أنا مش مستغرب حكاية النينو دي، النينو دي بتحصل في المحيط وتؤثر على الهند، يعني حدوتة كده قعدت أنا مرة قريت عنها. ودي الدورة الجديدة بتاعت ظاهرة النينو بالمناسبة يعني. المهم، ودي بتبدأ من أواخر يونيو اللي فات وبتفضل مستمرة من 3 لـ5 شهور. ظاهرة النينو دي هي اللي بتؤدي بقى لإيه؟ منخفض الهند الموسمي. دكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف، ازي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله، كل الأمور تمام. مش ظاهرة النينو دي هي اللي بتؤدي لمنخفض الهند الموسمي؟ لا، هي اولا هي بعيده شويه عن ظاهره عن منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي احد المنخفضات اللي بتشكل صيف المناطق شاسعه من الكره الارضيه، الهند والجزيره العربيه وشمال افريقيا وجزء من جنوب اوروبا. امال ايه النينو بقى؟ ظاهره النينو ظاهره بتنشا في المحيط الهادي نتيجه عن ارتفاع درجه حراره مياه المحيط لمسطحات كبيره. دي بقى اللي بينشا عنها الاعاصير المعروفه في مناطق الولايات الجنوبيه من الولايات المتحده في جنوب شرق اسيا. واحيانا بقى، وده اللي حصل دلوقتي، ان تتمدد هذه الظاهره شمالا لغايه ما توصل لمنطقه البحر المتوسط. وعشان كده هي عامله دلوقتي حالا، يعني مع بدايه ظهور تجدد الظاهره في يونيو اللي فات، بدات تعمل منخفض سطحي شمال ليبيا في البحر المتوسط. هذا المنخفض السطحي بدا يحول اتجاهات الرياح، اصبحت اتجاهات الرياح غربيه الى جنوبيه غربيه على معظم المناطق الجمهوريه، فاصبحت رياح ساخنه هي دي اللي عملت الموجه او هتعمل الموجه شديده الحراره اللي بدات نوعيا النهارده، بس هتوصل بكره وبعده الى قيم قياسيه لا تتناسب مع هذا الوقت من السنه. خلي بالك، قياسيه يعني انا ايه؟ في اخر 10 ايام من الصيف الفلكي في مصر، يعني اخر تقريبا اسبوعين وينتهي الصيف فلكيا ورسميا في مصر، ويبدا الخريف في 23 سبتمبر ان شاء الله. يعني هذه الحراره القياسيه اللي توصل ل 42 و43 في القاهره ومناطق شمال الصعيد وال 45 في مناطق جنوب الصعيد، هي درجه حراره غير اعتياديه في مثل هذا الوقت من السنه على هذه المناطق. يعني في الصعيد هتوصل درجات الحراره ال 45 بكره 45، ما بين 45 ل 46. طب سؤال، درجه، ومش المفروض تعمل كده وانا في نهايه الصيف الفلكي؟ طيب سؤال علشان ابقى واقعي، سؤال علشان ابقى واقعي، 45 دي طبقا لطريقه قياس درجه الحراره، يعني في الظل في منطقه خضراء غير رمليه، صح كده؟ بالظبط، في الظل، درجه حراره الظل، اي درجه بتتقال درجه حراره الظل في الشمس زود 7 درجة. بس انا بنصح كل اهالينا وخاصه المزارعين بعدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره، وخاصه فتره الظهيره. طيب، الفرق ما بين قياس درجه الحراره، الفرق ما بين قياس درجه الحراره في الظل ودرجه الحراره في الشمس، ارفع كام درجه ساعتها بقى؟ ما بين 7 لـ8 درجات. بس انا ما بقيت يعني الارصاد الجويه العالميه ومحطات الارصاد ما بتقيس اللي في الشمس، بتقيس اللي في الظل، لان في الشمس بتتغير كل دقيقه، كل 5 دقائق بتتغير. فانا عاوز يبقى عندي العظمى تقعد مستقره 3 4 ساعات، يبقى انا عارف ان دي العظمى. بس في النهايه هو حراره كبيره، لا يجب ان يكون في احتكاك مباشر معاها. اللي عنده الاعمال بتاعته بتستلزم وجوده في اشعه الشمس، كل العمال الموجودين، كل رجال المرور، كل جنودنا الابطال اللي في القوات المسلحه، كل المزارعين اللي بيستلزم تواجده، لازم يبقى في غطاء راس، لازم يبقى في شرب سوائل كتير بكره بالتحديد. طبعا الحكايه دي مهمه جدا، على قد ما اقدر اقلل الحركه في فتره الظهيره، مجرد بس من الساعه 12 لغايه الساعه 2 او 3 اقلل الحركه. يعني لو ما استلزمش الامر ان انا اطلع او اروح او اجي، يفضل ان انا اقلل الحركه، لان هو فعليا ارتفاع قياسي. بس نرجع ونقول في الاخر ان ديت تحت ما يسمى التغير المناخ. عشان كده النهارده وامبارح كان في قمه
القمه الافريقيه الاولى لتغير المناخ، وهي تم بنائها على ما تم التوصل اليه من النجاحات في مؤتمر الاطراف 27 في شرم الشيخ. ده كلام جميل. خليني هرجع على ما يهم المواطن بعد اذنك يا دكتور، وهو انه بقى ده مهم جدا عندي، الارتفاعات دي هتستمر يومين او ثلاثه مظبوط؟ يومين، بكره يومين ان شاء الله. هل هتؤثر على المزروعات والحاصلات اللي بتتزرع دلوقتي او اللي موجوده؟ ده سؤال مهم جدا. انا دلوقتي في اي وقت من السنه انا في سره الموسم الزراعي، انا في يعني ان شاء الله بعد يومين ثلاثه هيبتدي 9/9 دي عيد الفلاح المصري. كويس. كل عام وهو بالف خير وسلام. ويوم 11/9 هو بدايه السنه الزراعيه المصريه. 11/9 بدايه شهر توت. فمفهوم. وهي بدايه السنه الزراعيه. هتؤثر؟ احنا عندي زراعات هتزرع كتير، بطاطس وبصل وتوم، عندي ذره متاخر، عندي محاصيل تانية زي البنجر وغيره. يفضل على كل اهلنا المزارعين اللي الارض جاهزه للزراعه ما يزرعش بكره وبعد، ينتظر حتى انكسار هذه الموجه تماما، حتى ما يحصلش الزراعه ويحصل بعد كده مشكله. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، الزراعات القائمه بالفعل والشتلت لازم تترشب بعض المركبات زي سيليكات البوتاسيوم، واهم حاجه تقريب فترات الري، ما اسمحش ان الزرع بتاعي يجف او يعطش في خلال هذه الايام، لان البخر نتح عالي جدا بسبب ارتفاع الحراره عشان ما يحصلش اي مشاكل. غير كده الفاكهه الموجوده في نهايه الموسم مش هيحصل لها حاجه، الزراعات اللي مزروعه بقى لها فتره وصلت لمرحله 40 يوم ولا 30 يوم ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه، عدا ان انا اعطشها، ولا يجب ابدا ان انا اوصل للمرحله دي خالص يعني. عظيم جدا، انا بشكرك يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزاره الزراعه. كده احنا فهمنا. إبلي درجات الحرارة هتوصل ل 45 في الظل، يعني اعمل حسابك في حاجة زي إيه؟ بالميت كده 48 ولا حاجة، ده بالميت. ده واحد. اتنين، اعملوا حسابكم يا جماعة، وزي ما قال دكتور فهيم، جنودنا شرطة وجيش، عمالنا اللي موجودين في الأماكن المختلفة، مزارعينا إلى آخره، لو سمحتوا أهم حاجة غطي راسك، اشرب ميه قدر الاستطاعه، رطب نفسك كده، الازازه الحلوه بتاعت الميه اللي بنرشها على راسنا في عز الحر دي، حافظوا على نفسكم قدر الاستطاعه. المزارعين اللي لسه ما بداش استنى يومين، اللي حاجته موجوده عرفتوا النصيحه، مش عارف سيليكات البوتاسيوم اظن اللي قال عليها الدكتور فهيم، وقلل فترات الري علشان ما ترفعش من معدلات البخر.